مزيان بحالكم. سيدنا ولا عندنا في الثقة كلشي تحاكي كلشي صفوة. والله ما عندنا سيدنا عاش الملك. طالبوا بالدلالة خويا وين الدلالة؟ عندنا مطالب سيدنا ولا كيما هذا المندوب تبع عندنا موعود كاذبة ست أشهر جوا ما عادوا كل شي عندنا. صبيحة كانت دلالة حليمة ما تجي في الدلالة علينا زي في الدلالة هنا لا على سيد في الدلالة هنا لا حط حرف في الدلالة هنا لا وسر دين لا باعونا شوفوا نسمع مارشي حدا مارشي واحد محلول وواحد مسدود نسمع انا فيت منكم درتو معاهم شي ما قالكم ودي زيدكم في الكوسيو اتفقتوا معاهم في هادشي هذا ما عندناش مشكل في الزياره ما عندناش مشكل في الكوسيو ما عندناش علاش عندنا المشكله في الكوسيو كاين واحد اللوبي كبير مزير المرسوم مزير الناس هاد الموظفين ما خلاوش يخدموا نقول لك هاد اللوبي واحد كبير نقول لك هاد اللوبي هذا واحد اللوبي هذا ما عندوش باغي عندنا في المدينه الغرفه ديال الغرفة الله يرضي عليك ديال الغرفة ديال الغرفة ولا تساعدوني ولا تساعدوني شدوا 8 صباح وعاكمين المرسى رئيس الكونفدرالية الوطنية هاد اليومي هاد اليومي دابا هاد اليومي دابا في نور الصين طلع 800 صندوق باه مول 20 ميكا مول 30 ومقيم جوج طوان ولا بعد ثلاثة طوان ديكا كاملة تما كاين السيمة في هاد المرسى هاد هي ما تسمح بينا السيمة في هاد المرسى هاد هي ما تسمح بينا وكادير كادير نايضة فيها واحد الحملة ديال التنشيطية ديال كادير هادوك الناس اللي جاو خدموا وخدموا بلادهم وراه حاكمين دابا كلشي ولا يدخل للمارشي قال بركوت ولا ديك لا ريحوتهم هاد المدينة اللي جاني شتف عليها هادي حقر ديالها حاكرين دابا المدينة تجي لها بنات من المكيان تجي بنات يخدم هنا تجي من المكيان وما تمشي ما تسخرش بها هذا الشيء اللي جاي عمر اللي يجيبونا سمعت واحد النقطة أخرى سمعت واحد النقطة أخرى شحال من لقاء عندكم كيقول لكم ودي راه السيد العامل سنينان أنا كنعرفو شخصيا بأنه هو اللي محكم هو اللي اجتاد الكابي واش هادشي بصح ولا لا السيد العامل ما عندو حتى علاقة بالقطاع السكي بحري ما عندو حتى علاقة هو السيد العامل هذا اليوم وربعة الرياض تيتحكموا في هذا المرسى مرة يفرشوا بعضياتهم ويقولوا ديروا الدلالة ويقولوا غادي انتم دايرين هادي ودايرين في عينيك ديروا كيربيها الشراء ومرة أخرى عاوتاني تيقولوا لا بغينا ما بغيناش الدلالة هادو الرياض صحاب الربوعة النصوص اللي جمعوا هذا الرياض 12 مليون الرياض هادو كيخلعوا لي دار بلاتي هذا الرياض بلاتي هذا الرياض كيخلعوا الإدارة كيقولوا حنا نوقفوا الباركوات هاد الرياس اللي كيقولوا حنا نوقفوا الباركوات خاص الدوله تحاسبهم بان هذيك الرخصه ماشي ديالو صالح المواطن خاصو يزيدوا على امه واحد الضريبه صحيحه والبحري ما كيعرفش البايو توقف لي البحري ما كيعرفش البايو هاد النقطه اللي الباركوات يجي ب 20 طن ديال البحري 4000 هاد النقطه اللي قلتو ديال الباركوات ديال الباركوات كيحلسوا الباركوات خاصو يزيدوا عليهم هاد النقطه انا كفاعل جمعوا داخل الميناء كنسمعها بزاف ديال الرياس هنا كيهدوا بها بعض الرياس سيدنا هاد الناس راه كيناشدوا بقاو دايرين الثقه في حتى واحد سيدنا وجهه الملك تجارة ميناء اسافي صيد صناعي يناشدونك ها انت قرا لا في سيدنا عندنا انت سيدنا يناشدونك الله سيدنا 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 قيدوم ديال التجار في المغرب اسمح نقول لك هما القوسيو اللي كيدخل القوسيو شو شغلو كوسيو حنا وينا من 5000 درهم والفوق يشري على الجد ديالو الصغير يشري والكبير يشري ويشري حتى صندوق يشريها ويشري 40 يشريها اللي هو باغي يشري من 5000 درهم يحطوا الفوق مين يوصلها داك الدلال ما يزياتو هادشي اللي هادشي اللي كاين حنا دزنا 40 ديليكي ماشي واحد جوج ماشي نقمعوه لا هكا عطيك مليون تاع عطيك جوج لا كاملين ماشي عطيك مليون جوج من 5000 درهم الفوق هذا هو القانون كبير هذا هو هذا كاين
كاين كل ما كاين هادشي كاين ماشي غير خاوي الخاوي دريج بالحاجه سيدي خاوي الطروجي مشترك لا شوف خاوي الطروجي اللي تسمى مشترك شوف فين الخدمه 600 شوف خاي خدام الطروجي ما كاينش خدام الماركه المارشيات محلولين في جميع الموانئ المغربيه يا اسفي المارشيات كاع محلولين الا مينا اسفي الباركوات تاع اسفي كيمشيو من هنا للصويره كيدخلوا للمارشي المزاد اسفي ممنوع علاش الله اعلم خدمتي غير ما تهنيك يا اخي